أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أبو فيصل من الرياض يقول: ساهمت مع شخص بمبلغ 100,000 ريال، وذلك لتأسيس محل تجاري، وبعد مطالبتي له بالأرباح رد المبلغ ومعه الأرباح، وذلك بعد 1.5 سنة من المطالبة. سؤالي: هل علي زكاة في هذا المبلغ، علما بأن صاحب المحل التجاري زكى المبلغ عن 1 سنة؟ على كل حال، إذا كان صاحب المحل زكى المال عنك وعنه فلا بأس بذلك، وهذا يعفيك من الزكاة. وأما إذا كان صاحب المال زكى نصيبه فقط ولم يزكي عن نصيبك، فهذا إن كان حصل منه مماطلة ولم تستطع الحصول عليه إلا بمشقة ومخاصمة، فلا يجب عليك الزكاة مدة بقاء حقك عنده. لكن إذا استلمته وتمكنت منه فإنك تزكيه بعد تمام الحول من قبضه 1 سنة. نعم.